الاخوات، في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا واحد السوبسيديو اكسترا اورديناريو، واحد الايوده عاودوا جددوا البلاصو باش ندفعوا هذاك السوليسيتود. انا غنشرح لكم كيفاش نقدروا نديروا زعما ندومونديو هاد الايوده هادي، كيفاش نبريزنتيو السوليسيتود والشروط، ويعني عديد من المعلومات. بقاو معنا حتى لاخر الفيديو على بركه الله. المهم غنشرح لكم خطوه بخطوه. الاخوان الاخوات، احنا كما كنشوفوا هنا هاد المساعده هذه هي فعلا كانت فتحوها نهار 6 في نوفمبر، في الشهر اللي فات في نوفمبر، من 6 حتى 30، هذا هو البلاصو اللي كان فيها. ولكن عقبات الحكومه شافوا بان الناس ما بحال ما عرفوهمش، وكاين الناس اللي وصلوا في البلاصو معطل، وعقبوا زادوا واحد المده باش بنادم يعاود يدير عاوتاني السوليسيتود. هنايا هما كاتبين هنايا الغوفيرنو ابروف على مانيانا على اليوم 23 دي ديسمبر ان الكونسيخو دي مينيستروس لا ريابيرتورا دي، يعني فتح مجددا هاد البريودو ديال السوليسيتود ديال هاد الايوده هادي. هاد الايوده هادي اللي قبلوها لي فيها 3 شهور 3 ميسيس. غادي نشوفو كاع الشروط وامتى يتخلص الواحد وكذا، غنشوفو يعني غنطرقو لجميع المعلومات باش نكونو مبريباري ونعرفو واش عندنا الحق واش ما عندناش الحق. مهم كما كيقولو هنايا ان نويفو بلاصو دي سوليسيتود هما زادو لينا شهر وماس وماس، يعني من 23 ديسمبر حتى الشهر الجاي تاع 23 دي انيرو. نزيدو نشوفو شنو عاوتاني قالين هنايا. المهم الاخوان الاخوات، الشروط مهمه جدا، واحد منها هو هذا انه خاص تكون كومو ولا تكوني كومو ديماندانتي ديمبلايو، هذا مهم يعني باحث او باحثه عن عمل. الشرط الثاني مثلا هو انك خاص تكون يوفى لك هذاك، مثلا تكونوا كتخلصوا شي مساعده اولا البارو، خاص يكون وفى واحد المده محدده. هذه المده هذه اللي هي ما بين 14 مارس 2020 حتى اخر شهر 6، يعني لو فالكم في هذا الوقت هذا راه عندكم الحق تقدموا الطلب ديالكم ديال هذه المساعده هذه 14 مارس حتى 30 في شهر 6. مهم جدا يعني في حالة الاستنفار ديال الدولة الإسبانية، يعني الاستادو دي الارما. المهم الإخوة الأخوات، واحد الشرط هو مهم جدا هو أنك تكون يعني تبين لهم بأنكم قلبتوا على خدمة ودرتوا لي في المجهود ديالكم زعما وما لقيتوش خدمة، يعني no hay posibilidades de encontrar trabajo، او لا تكون يعني مريض، يكون شي مرض لانه ما كيخولش لك تقوم بشي عمل. نزيدو نهبطو كيفاش نوصلو سيتو نوفو سوبسيديو. كاينين جوج ديال الطرق اخوان الاخوات باش نوصلو سيتو هاد الايوده هادي، هاد المساعده. كاينه الطريقه بريسينسيال، يعني خصك تحضر تمشي تشد سيتا بريفيا وتمشي لعندهم، اولا الطريقه الثانيه اللي هي سهله جدا غادي نتطرقوا ليها باش الانسان يحاول يديرها من الدار ديالو، اما بالتليفون ديالكم ولا عندكم الاورديناتور. الطريقه ديال بريزنتاسيون بور انترنيت، نقدروا نديرها بار انترنيت، ها هما كاتبين لنا هنايا باش نسهلوا على الجميع يعني السوليسيتود ديال هاد المساعده. واخا الا بغينا نديروها بار انترنيت خصنا نكليكيو هنايا، غادي نجيو هنايا ونكليكيو. المهم الاخوان الاخوات، حنايا دزنا لهاد الصفحه هادي، دوزونا لا سيدي الكترونيكا ديال سيرفيسيو بوبليكو دي امبلويو ستاتال ديال سي بي. يعني باش نديرو هاد السوليسيتود هذا غنبداو التراميتي. هاد الاولى هادي الا ما كانتش عامره غنكليكيو هنايا بري سوليسيتود دي بريستاسيون انديفيدوال، وهنايا غنديرو الدني ديالنا اولا نيه. في حاله الناس اللي عندهم الجنسيه غيديروا الدني ديالهم
الناس اللي هما استرانخيروش غيديروا النيه ديالهم. نعمرو هنايا واخا الاخوه الاخوات، من بعد ما عمرنا المعلومات ديالنا يعني النيه ديالنا او الدنعي، كيدوزنا لهاد الصفحه الثانيه اللي هي الخطوه الثانيه سوليسيتود. هنا كان ترامتي هو الاول، غندوزو للثانيه سوليسيتود. غادي نجيو هنايا باش نشوفوا الطريقه كيفاش نعمرو سوليسيتود ديالنا. غنجيو هنايا الخطوه الاولى سوب ترامتي، غنكليكو هنايا وغنمشيو للتحتانيه سوبسيديو اوترا سايوداس، غنكليكو هنايا. غنجيو لهنايا كما العاده النية الدنيا ديالنا او النية، غنعمروه هنايا. نجيو عاوتاني هنايا الاسم ديالنا، نعمرو الاسم ديالنا بريمير ابييدو، الكنية ديالنا بالنسبة للناس اللي عندهم الجنسية غيديرو سيكوندو ابييدو يعني الكنية التانية هنايا. الفيتشا دي كادوسيداد ديال الدني اولا ني، هنايا غنديرو امتى يعني تاريخ اللي غادي يوفى فيه الدني ديالنا اولا ني ديالنا. هنايا نومبري ديال بادري اسم الاب، نومبري ديال مادري اسم الام. هاد المعلومة مهمة جدا، دوميسيلياسيون بنكارية اللي هو الكوانتا بنكارية ديالكم، الكوانتا بنكارية ديالكم فين غادي يدوز لكم الانجريسو. هادي مهم جدا ما تغلطوش فيها، لان الناس لقاو مشاكل في الارتي ولقاو مشاكل في العديد من الحوايج هنايا، داكشي بالعقل وغير بشوية. هنا نعمرو الكونت ديالنا، غادي نزيدو هنايا داتوس دي كونتاكتو حتى هادي مهمة جدا، يعني داتوس يعني المعلومات باش يتواصلوا معكم. غنديرو الديريكسيون ديالنا فين كنسكنو، غنديرو البروفينسيا ديالنا من بلاصه حنا، واش على كانتي واش على باسيتي واش كذا واش الميريا ولا افيلا ولا باداخوس. هنايا هو كاين كلشي، بروفينسيا ديالنا، لوكاليداد فين كتسكنو، يعني مدينة فين كتسكنو، الكوديو بوستال مهم، وهنا هي التليفون، التليفون ديالكم حتى هو مهم جدا، لان غادي يصيفط لكم فيه واحد الميساج، والبريد الالكتروني، البريد الالكتروني باش كتخدمو عندكم شي بريد الكتروني يكون كتخدموا، لان غيصيفطوا لكم فيه حتى هو المعلومات في التليفون وفي البريد الالكتروني، مهم جدا كوريو الكترونيكو. وهنايا الداتوس ديال كونيوخي او ديال اوترو بروجينيتور كون اكسيتان ايخوش، هنايا الاسم ديال الزوجه ديالك الا كنت يعني الا كان الزوج هو اللي معمر هاد السوليسيتود غيدير الاسم ديال الزوجه ديالو والكنيه. الا كانت الزوجه هي اللي مقدمه هاد الطلب هذا، دير الاسم ديال الزوج ديالها والكنيه. وهنايا الدني ديالو او لا ديالها، ديال المراه ديالكم او لا ديال الزوج ديالكم. بالنسبه لهاد الخانه هادي ديال الابناء، الا عندكم الوليدات يعني الا بغيتو تعمرو مثلا يعني المعلومات ديال الوليدات ديالكم، غديرو انيادير نور ويخو وغتكتبو الاسم والكنية ديال وليداتكم. الا عندكم الجنسية غديرو النمرة ديال الدني، الا ما عندكمش ديرو النمرة ديال النية، وديرو الفيتشا دي ناسيمينتو تاريخ الازدياد ديال الابن ديالكم او لا الابنة، هذا هو. ولا عندكم اكثر من ولد او بنية زيدو عاوتاني تكليكو هنايا وتزيدو تعمرو. هذا هو الاخوه والاخوات، نزيدو عاوتاني هذه الخانه غنفوتوها لان اوبسرفاسيون، لا بغيتو تكتبوا لهم شي ميساج ولا هادي. واخا ملي غادي نزيدو هنايا، هنايا عاوتاني انتبهوا جدا واش الحروف واش ماجيسكيل واش مينيسكيل، يعني هذه الخانه هذه غنشوفو مزيان هذه الحروف وهاد الارقام اللي مكتوبه هنايا، وغادي نعمروها هنايا. في هذه الحاله هذه مثلا هذيك راه سي ماجيسكيل، غنعمرو سي ماجيسكيل ونزيدو سي سي اش. صافي ملي نكملو المعلومات ديالنا اخوان اخوات، غادي نديرو انبيار سوليسيتود. انا في هذه الحاله هذه ما عمرتش ما غاديش نوصل، غنكليكو هنايا باش نشوفو هنايا الخطوه الثالثه، شاري كتبوا لنا شتي ما خلاونيش ندوز للخطوه الثالثه، لانني انا ما عمرتش يعني ما عمرت حتى شي حاجه. الخطوه الثالثه غادي يخرج لنا غير الريسيبو، هاكو سي الريسيبو. ملي غدوزو لهاد الخطوه الثالثه راه غادي يوصلكم شي ميساج في التليفون ديالكم او في البريد الالكتروني ديالكم، في يعني بحال نقولوا هذاك الريسكواردو ولا داك
الريسيب ولا داك السوليسيتود اللي درتو نتوميا. هذا هو الاخوه الاخوات، نتمنى نكون ساعدتكم وعطيتكم هذه المعلومه هذه، ونتمنى تدوزوا هذا الفيديو للاصدقاء وصديقات ديالكم ولا العائله ديالكم، وتفيدوا الكثير من الناس ان شاء الله. شكرا للجميع، الى اللقاء.